قعدنا دلوقتي مع فقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها أهم اللي نشر نجوم الكورة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبتدي بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر واللي كتب: إلى نهائي أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخ فريقنا، نثق بكم يا أبطال. كمان كتبت الصفحة الرسمية لشركة Presentation Sports على تويتر: لن يقف شيء بطريقكم نحو تحقيق التسعة. أما المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فنشر صورة على تويتر مع كابتن محمود الخطيب وصورة لكأس أفريقيا وكتب: الحمد لله التالتة تبتة يا شهر الانتصارات، مبروك لشعب نادي القرن الأفريقي الصعود للنهائي. كتب أستاذ طارق أنديل على تويتر برضو: الحمد لله البطل في النهائي. دكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتبت على صفحتها على الفيسبوك: مبروك وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، اشتقنا للكأس الغالي ونثق في عزيمة الأبطال. كمان كتب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك: مباراة عصيبة وظروف تحداها الأهلي كما اعتدنا منه وكسب التحدي، الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي الشقيق بمجهود رجالة المخلصين، لهم كل التحية والدعم حتى نستعيد الأميرة الأفريقية. نروح للعيبة النادي الأهلي، هنبتدي مع شريف إكرامي اللي كتب على تويتر: مبروك الصعود للنهائي المنتظر، لكن الأهلي لا يحتفل إلا عند التتويج، إن شاء الله أفريقيا في الجزيرة. كمان نشر محمد الشناوي صور من المباراة على الانستجرام وكتب: الحمد لله دايما وأبدا على الصعود للنهائي أفريقيا إن شاء الله. كتب سليف كوليبالي على صفحته على تويتر: خطوة واحدة، تهانينا للجماهير. أيمن أشرف كمان نشر على انستجرام صورة وكتب: الحمد لله إن شاء الله اللي جاي أفضل. إسلام محارب نشر صورة على الانستجرام برضو وعلق عليها وقال: الحمد لله يا رب كرمنا. وميدو جابر كمان نشر صورة للاحتفال بالهدف على الانستجرام وكتب: الحمد لله. مؤمن زكريا نشر صورة لكأس أفريقيا على تويتر وكتب: إن شاء الله في الجزيرة. كمان أحمد علاء مدافع النادي الأهلي نشر صورة على تويتر للفريق وكتب: مبروك يا رجال الصعود وإن شاء الله التسعة. مروان محسن كمان نشر صورة ليه على تويتر وعلق عليها بالحمد لله. كمان نشر عمرو جمال على صفحته على تويتر: مع عقبال ما تفرحونا بالبطولة إن شاء الله. كتب كمان كابتن إسلام الشاطر على تويتر: ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره ولاعبته ومجلس إدارته التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي الفيفا على تويتر صورة للاحتفال بهدف النادي الأهلي وكتب: الأهلي عزز رقمه القياسي في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ل 12 مرة ذهاب للنهائي اليوم الجمعة يوم 2 نوفمبر على ملعب السلام والإياب الجمعة 9 نوفمبر على ملعب رودس. كمان الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على تويتر كتبت عن مواجهة النادي الأهلي والترجي في النهائي: صدام العمالقة يتكرر من جديد، النهائي تحدد فمن سيتوج باللقب. كمان حرصت صفحة الليجا على تويتر على تهنئة النادي الأهلي وكتبت: تهانينا لنادي الأهلي المصري بتأهله للنهائي دوري أبطال أفريقيا. نشرت كمان صفحة في الجول على تويتر صورة لوليد سليمان نجم النادي الأهلي المتألق وكتبت: في 33 من عمره يلدغ ويضرب ويقود الأهلي لنهائي أفريقيا، هدف في الذهاب وآخر قاتل في الإياب، الأحمر للنهائي بفضل لدغات وليد سليمان. كمان الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي على تويتر كتبت: مبروك الترشح لي وشكرا للأهلاوية اللي شجعونا وتمنوا لنا الترشح قبل مباراة النص النهائي. كمان المطرب رامي جمال كتب على صفحته على تويتر: مبروك لكل أصدقائي لاعبي النادي الأهلي العريق، مبروك لكل مشجعي النادي الأهلي اللي عودونا دايما على الفرحة، فاضل على الحلو خطوة. عالميا بقى نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة على الانستجرام من مباراة امبارح ما بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا واللي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدف نظيف احرزه ديبالا، وكتب رونالدو: انتصار مهم في مباراة تحمل لي الكثير من العواطف، كان اللعب على ملعب الاولد ترافورد مرة اخرى رائع، شكرا لكل المشجعين على الاستقبال والدعم. نشرت كمان صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام فيديو للحظة اقتحام واحد من المشجعين لملعب مباراة اليوفنتوس والمان يونايتد عشان يسلم على كريستيانو رونالدو. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع تاني.
كمان نشر سيرخي أجويرو نجم مانشستر سيتي صورة على تويتر من مباراة امبارح قدام شختار الأوكراني في دوري الأبطال واللي فاز فيها الفريق الإنجليزي بثلاث أهداف نظيفة، وكتب أجويرو مرة أخرى مجهود رائع من الفريق بأكمله للفوز في مباراة مهمة في أجواء صعبة. كمان نشر جاريت بيل نجم ريال مدريد الاسباني صوره على تويتر من مباراه امبارح مع فيكتوريا بولزن التشيكي في دوري ابطال اوروبا واللي انتهى بفوز الملك 2-1، وكتب 200 مباراه مع ريال مدريد والعوده لطريق الفوز الى الاحد القادم. طبعا الاحد القادم هو ميعاد المباراه المرتقبه الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونه، والكلاسيكو السنه دي ولا هيكون فيه لا ميسي ولا كريستيانو رونالدو. كمان نشر أليخاندرو سيلفا لاعب مونتريال امباكت الكندي فيديو على الانستغرام لابنه وهو بيحرز اول هدف ليه. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع تاني. لويس سواريز فاحتفل بمولوده الجديد ونشر صورة ليه على تويتر وكتب مرحبا لوتي، سعيد جدا بوجودك بينا، الأم بخير وسعيدة جدا زي إخواته، شكرا لكل الناس على رسائلكم. أخيرا مع صفحة 433 على انستغرام واللي نشرت فيديو طريف تحت عنوان عندما تحب عملك لواحد من الحكام المساعدين اللي تفاعل مع تشجيع الجمهور على طريقته الخاصة. نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني.